تحية طيبة مشاهدي الكرام، وأهلا بحضراتكم إلى حلقة جديدة من برنامج نبض الاقتصاد. في العام 2005 قامت حكومة دولة قطر بتأسيس مركز قطر للمال ليكون مساهما في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصة داعمة للنمو المحلي والإقليمي والدولي. واليوم وبعد 12 عاما من التأسيس، قطع المركز شوطا كبيرا في سبيل رفض الاقتصاد الوطني بشركات جديدة واستثمارات نوعية عبر العديد من المستثمرين المحليين والعالميين. أكثر من 320 شركة منضوية تحت مظلة المركز هي حصيلة هذه السنوات، مع تحديث مستمر للقوانين والتشريعات التي تخدم تطور ونمو القطاع الاستثماري في الدولة. فمركز قطر المالي هو إحدى الأدوات الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني عبر تقديمه مجموعة من الحوافز الاستثمارية وتسهيله عمل الشركات القطرية والأجنبية، مستخدما أنظمة وتشريعات خاصة تتسم بالسهولة والمرونة مع عالم المال والأعمال. في العام 2009 تم تأسيس أكاديمية قطر للمال والأعمال، والتي تعمل تحت مظلة مركز قطر للمال بهدف رفع المعايير الصناعية للخدمات المالية ومساعدة المنظمات والمهنيين على تحقيق أهدافهم التعليمية والمهنية بما يتماشى مع رؤية قطر للعام 2030. وتختص هذه الأكاديمية في تدريب وتطوير قطاع الخدمات المالية. نبحث اليوم مشاهدينا الكرام في دور مركز قطر للمال ضمن منظومة الاقتصاد المحلي والعالمي ومدى جذبه للاستثمارات، كما نبحث في دور أكاديمية قطر للمال في تأمين مخرجات تعليم تتواءم وحاجات الدولة ومؤسساتها المختلفة. وسيكون لدينا أيضا وقفة مع خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لدى افتتاح دور الانعقاد العادي 45 لمجلس الشورى. كما سينضم إلينا مشاهدي الكرام الزميل أحمد السعدي من الرياض لرصد وقائع معرض صنع في قطر، والذي بدأ منذ ساعات قليلة بمشاركة 220 شركة قطرية. تفضل أحمد. نعم الزملاء مروان ومحمد، طبعا نلتقي من هنا من الرياض في المملكة العربية السعودية التي تستضيف طبعا هذا المعرض، معرض صنع في قطر، والذي يخرج لأول مرة من دولة قطر وينتقل إلى أكبر سوق خليج وهو سوق المملكة العربية السعودية، خاصة وأن هذا المعرض يضم أكبر عدد من الشركات القطرية داخل المملكة العربية السعودية، وهو فرصة حقيقة لمجموعة من الاستثمارات للجانبين السعودي والقطري. نلتقي إن شاء الله بعد قليل سواء مع رجال الأعمال أو العارضين أو أيضا حتى الشركات المشاركة للحديث أكثر حول هذا المعرض في نسخته الجديدة بإذن الله تعالى. شكرا أحمد. مشاهدينا فاصل قصير ومن ثم لنا عودة، ابقوا معنا. مشاهدينا مرحبا بكم من جديد في برنامج نبض الاقتصاد. نرحب بضيوف الحلقة الدكتور عبد العزيز الحر الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، وأيضا الدكتور هيثم السلامة كبير المستشارين الاقتصاديين في مركز قطر للمال. حياكم الله معنا ضيوفنا الكرام. أهلا وسهلا. بداية يعني راح ابتدي بالدكتور عبد العزيز، يعني دكتور أكاديمية قطر للمال شهدت العديد من التطور خلال الفترة ومنذ افتتاحها، لو تحدثنا عن أهمية يعني أكاديمية قطر للمال في خدمة القطاع الاقتصادي في الدولة. اليوم أكاديمية مثل أكاديمية قطر للمال والأعمال تعتبر هي الذراع التعليمي لمركز قطر للمال وللقطاع المالي والمصرفي بشكل عام في دولة قطر. إذا كانت قطر اليوم قاعدة تسوق نفسها كمركز اقتصادي عالمي، كمركز مال عالمي، فرأس المال الحقيقي لهذا المركز هو
العقل البشري، وهو الرصيد الحقيقي اللي يمثل التحدي أمام كل جميع المراكز المالية على مستوى العالم. وهذا تركيز الدولة أيضا. بالضبط، تركيز الدولة في رؤيتها 2030. واحدة من أهم أركان هذه الرؤية قضية تنمية الموارد البشرية والعنصر البشري، هذا اللي تشتغل عليه الأكاديمية، رفع سوية العاملين في القطاع المالي والمصرفي، رفع كفاءتهم والوصول بها إلى أفضل الممارسات العالمية في التخصصات والمجالات المختلفة. طبعا دكتور، يعني ومشاهدين أيضا، الأكاديمية هي تحت مظلة مركز قطر للمال والأعمال. أنا راح أنتقل بالسؤال دكتور إلى دكتور هيثم. دكتور هيثم، مركز قطر للمال والأعمال يعني يعتبر ضمن المنظومة الاقتصادية للدولة ودوره كبير أيضا في قطر، لو تحدثنا عن أهمية هذا المركز. بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء نشكر التلفزيون على استضافتنا الليلة لتوضيح الأخوات والأخوة المشاهدين بعض المعلومات عن هذه المؤسسة الوطنية العريقة. يعني مركز قطر للمال تأسس بقانون رقم 7/2005 ليخدم عدة أهداف، لعل الهدف الأسمى منها هو المساهمة في تنويع الاقتصاد المحلي، وذلك ما يتماشى مع أحد أهم الركائز في خطة قطر الوطنية 2030 وهي الركيزة الاقتصادية. ويقوم بعمل هذا عن طريق عدة آليات، الأولى هي استقطاب الشركات العالمية وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة، والأمر الآخر أيضا يوفر الدعم للشركات المحلية حتى تنطلق للتوسع نحو العالمية. وتقريبا شركاتنا حاليا تدير ما يناهز 85 مليار ريال من الأصول، وتقوم بدفع ما يعادل 1.5 مليار من الرواتب للعاملين فيها. وطبعا هذا أمر مهم خاصة مع إقبالنا على مشروع ضخم ووطني هو مشروع كأس العالم 2022، فنسلط الضوء على عديد من الفرص اللي تتوافر في قطر سواء قبل انعقاد كأس العالم أو بعده. طيب دكتور هيثم، يعني منذ الافتتاح أو افتتاح المركز وإلى الآن أكيد هناك تعاون مع شركات عديدة، لو تحدثنا عن هذه الشراكات مع هذه الشركات. عندنا عديد من الشركات مع أو استضفنا العديد من الشركات العالمية في مجالات مختلفة، في القطاع المالي، في قطاع الاستشارات، في قطاع الخدمات المهنية، لكن أيضا شللنا شراكة مع مؤسسات محلية كثيرة. نعم. فمن ناحية الشراكات التفاهمية عندنا شراكة مع جامعة قطر، وذلك لتوفير بعض الدعم للبحوث المالية وكذلك بعض المهارات المالية المتعددة. وأيضا لدينا شراكة مع المؤسسات الأربع الكبار في عالم التدقيق، وذلك لحملة تثقيفية نسميها في لطلاب جامعة قطر بما يتعلق بالضرائب، خاصة مع عديد يعني من كثير من التغيرات على المنطقة الإقليمية والمحلية فيما يتعلق بخريطة الضرائب. لنا شراكة أخرى وقعت منذ فترة قريبة. طيب دكتور، يعني غرفة قطر، اسمح لي بس ما قاطع كذا بالخير، لكن يعني هذه الشركات والدخول في شراكات مع هذه الشركات، ما الفائدة التي تعود عليهم كشركات؟ الشركات القطرية بالتحديد، خلينا نقول الشركات اللي نعقد معها يعني اتفاقيات تفاهمية، نستفيد من خبرات بعضنا البعض، لأن في الآخر يعني كلنا مكملين لبعض في خدمة الوطن واقتصاد الوطن. الشركات القطاع الخاص التي نعقد معها شراكة ونستضيفها عندنا، نوفر لها بيئة عالمية حتى تستطيع التعامل مع السوق العالمي والتوسع خارج دولة قطر. ففي كثير من الشركات العريقة عندنا، أريدو مثلا، للمستضيفين فرع من أريدو، شركة تابعة لأريدو، كتارة للضيافة، بنك قطر الوطني، البنك الأول، بنك قطر الأول، كيو انفست، هذه كلها شركات محلية رائدة. من الشركات المحلية اللي يعني لها تواجد قوي في، لا أكثر من 30% عندنا من الشركات المرخصة من قبل مركز قطر للمال هي شركات محلية قطرية. نعم. طيب ماذا تستفيد؟ تستفيد الحصول على منصة تنطلق منها نحو العالمية، لأن المنصة اللي عندنا توفر بعض المعايير العالمية التي تجعل هذه الشركات معترف بها في تعاملها مع الأسواق العالمية التي تعتمد على نفس الأسس. مثلا البيئة القضائية اللي يعتمدها المركز
والإطار القانوني يعتمد على القانون الإنجليزي العام. نعم. القانون الإنجليزي العام في كثير من نظرائنا المراكز العالمية المالية هي اللغة المعتمدة في جانب القضائي والقانوني. هل يتم تطبيقها هنا أيضا؟ نعم، عندنا في المركز يتم تطبيقها. نعم. طيب يعني أنا أتوجه بسؤالي إلى الدكتور عبد العزيز. دكتور عبد العزيز، الدكتور هيثم ذكر توقيع اتفاقية مع جامعة قطر. أنا بداية أبي أفهم، يعني أنا ما أبي أقول الطلاب، لكن المستفيدين من أكاديمية قطر هل هم طلاب أفراد أم مبتعثين من جهات العمل الخاصة بهم؟ إحنا غالب المستفيدين من برامج أكاديمية قطر للمال والأعمال هم المهنيين، سواء كان يوم واحد في المهنة أو صار له 20 سنة في المهنة، مع استثناء واحد عندنا برنامج واحد اسمه برنامج كوادر، هذا موجه للطلاب السنة النهائية في الجامعات وحديثي التخرج. نعمل لهم برنامج تجسير بين البرنامج الجامعي وسوق العمل. كثير من الأحيان وفي كثير من الأوقات تسمع أن سوق العمل يقول أن والله خريجين الجامعات غير معدين وغير جاهزين لسوق العمل، ونسمع الجامعات تشتكي أن احنا لا نعلم ماذا يريد بالضبط سوق العمل. فجاءت الأكاديمية لتسد هذه الفجوة وتصمم برنامج بحكم درايتها باحتياجات سوق العمل، وبحكم أيضا درايتها بما تؤهل له الجامعات. فبرنامجنا عبارة عن برنامج يتكون من 3.5 شهور، نعطي فيها جرعة مهنية وشهادات مهنية تساعد وترفع من جاهزية شبابنا من بنين وبنات، وهذا برنامج مقدم ومخصص للقطريين والقطريات ومدعوم من البنوك القطرية ومركز قطر للمال، يرفع من جاهزيتهم لدخول سوق العمل. وهذه السنة الرابعة على التوالي نقدم فيها هذا البرنامج، وخريجين هذا البرنامج حقيقة يحصلوا على مجموعة من فرص العمل بشكل ممتاز جدا، ويجعل من يضيف لقيمة هذا البرنامج ويجعل أهمية لهذا النوع من المخرجات. طيب دكتور، أنا في بالي سؤال لكن برجع لك بعد ما نشوف هذا التقرير. ضيوفي ومشاهدينا الكرام عن أكاديمية قطر للمال والأعمال التي تعمل تحت مظلة مركز قطر للمال، تهدف إلى رفع المعايير الصناعية للخدمات المالية وأيضا مساعدة المنظمات والمهنيين في تحقيق أهدافهم التعليمية والمهنية بما يتماشى مع رؤية قطر للعام 2030، وتختص الأكاديمية أيضا بتدريب وتطوير قطاع الخدمات المالية. خلونا نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل حوارنا مع ضيوفنا. أكاديمية قطر للمال والأعمال أحد أوجه اقتصاد قطر الحديث المتنوع والقائم على المعرفة. تم تأسيس هذه الأكاديمية في العام 2009 تحت مظلة هيئة تنظيم مركز قطر للأعمال، وذلك بهدف رفع المعايير الصناعية للخدمات المالية ومساعدة المنظمات والمهنيين في تحقيق أهدافهم التعليمية والمهنية. أكاديمية قطر للمال والأعمال مؤسسة تعليمية متخصصة في تدريب وتطوير قطاع الخدمات المالية بهدف سد الفجوة بين التعليم المهني واحتياجات السوق، كما تعمل بالتعاون مع بعض الجامعات العالمية وبيوت الخبرة الدولية في تقديم أفضل البرامج التدريبية والشهادات الدولية المعتمدة. أكاديمية قطر للمال والأعمال هي المؤسسة الأولى التي تتبنى البرنامج الأسترالي البارز الرئيس التنفيذي المستقبلي، والذي تم إطلاقه حصريا في دولة قطر ليمهد الطريق أمام الخريجين القطريين والمدراء التنفيذيين الحاليين ليصبحوا قادة المستقبل لكافة قطاعات الأعمال في قطر. تبني الأكاديمية خططها المستقبلية على 3 ركائز أساسية: إقامة شراكات جديدة مع المؤسسات الرائدة في مجالي المال والأعمال محليا وإقليميا ودوليا، خلق فرص تعليمية وتدريبية للخريجين الجدد والمهنيين من الشباب، تقديم التسهيلات للعملاء لتقييم برامجها والالتحاق بها. نالت أكاديمية قطر للمال والأعمال جائزة التميز في ريادة الأعمال BIZZ 2016 من قبل الاتحاد العالمي للأعمال التجارية، وتعد واحدة من أرفع الجوائز العالمية في مجال الأعمال.
كما تعمل الأكاديمية على بناء وتطوير الكوادر البشرية في القطاع المالي والمصرفي إسهاما منها في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. مشاهدينا، بعد ما شفنا هذا التقرير عن أكاديمية قطر للمال والأعمال، ويسعدنا أن يكون معنا الدكتور عبد العزيز الحر الرئيس التنفيذي للأكاديمية. دكتور عبد العزيز، قبل التقرير كنا نتكلم عن الطلاب والمنتسبين في الأكاديمية، لكن بعض المشاهدين يمكن يقولون يعني ما الذي تقدمه الأكاديمية غير عن المؤسسات التعليمية في الدولة؟ احنا اليوم برامجنا ليست برامج تعليمية بالمفهوم التقليدي، احنا برامجنا برامج تطوير مهني. ما نقدمه عبارة عن اكثر من 350 شهادة مهنية احترافية تقدم وتمنح من الجهات العالمية اللي تمنح مثل هذه التخصصات ومثل هذه الشهادات اللي متعارف عليها ومعروفة لدى جميع من يعمل في المجال المالي والمصرفي. شهادات مثل السي اف اي، السي بي اي، السي ام اي، هذه الشهادات لها قيمة سوقية، لها قيمة احترافية، لها قيمة مهنية وعالمية أيضا. وعالمية طبعا، لما تنحط في السيرة الذاتية لأي شخص ترفع من قيمته السوقية وترفع أيضا من قيمته المهنية بشكل كبير جدا. فإحنا من الجهات التي تركز على تقديم الشهادات المهنية في التخصصات المالية والمصرفية المختلفة. نعم دكتور، أكيد إحنا مستمرين في هذا اللقاء، لكن نتوجه ضيوفنا وأيضا مشاهدينا الكرام، نتحول إلى الزميل مروان أبو شنب ليطلعنا على ماهية مركز قطر للمال وأبرز الأرقام التي حققها منذ تأسيسه إلى هذه اللحظة. تفضل مروان. شكرا لك محمد. تأسس إذن مشاهدي الكرام مركز قطر للمال في العام 2005، ويعد إحدى ركائز الاقتصاد القطري، ويهدف إلى المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية. يضم مركز قطر للمال أربع هيئات مستقلة: هيئة مركز قطر للمال، وهيئة التنظيم، والمحكمة التجارية والمدنية، ومحكمة التنظيم. ارتفع إجمالي الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال إلى حوالي 327 شركة. ووفقا للبيانات المالية التي تم نشرها، فإن القروض والسلف يمثلان نحو 18 مليار و200 مليون ريال، ويخصص القسم الأكبر من الميزانية العمومية للأعمال المصرفية للشركات بنحو 79% من إجمالي الموجودات، وتشمل القروض لأجل نحو 58%، أما السندات البنكية فتشكل 25%. بلغ إجمالي الأصول المدارة حوالي 45 مليار ريال، وتشمل غالبية الموجودات المدارة محافظ تقديرية تنقسم بين التي رتبتها شركات مركز قطر للمال وتدار خارج قطر بقيمة تقدر ب 20 مليار و200 مليون ريال، وتلك التي تدار داخل قطر بنحو 18 مليار و500 مليون ريال. إلى ذلك، فقد كشف مصرف قطر المركزي في أحدث تقاريره عن حجم الميزانية المجمعة لقطاع الخدمات المالية في مركز قطر للمال في نهاية العام 2015، مشيرا إلى أنه الإجمالي تخطى 33 مليار ونصف المليار ريال، موضحا أنه عدد الشركات المالية التقليدية بلغ 30 شركة بنهاية العام الماضي، تقدر حصتها في الميزانية المجمعة بنحو 21 مليار و600 مليون ريال، فيما بلغت حصة الشركات والمؤسسات الإسلامية 11 مليار و800 مليون ريال. المركز بصدد مواصلة إعداد الإجراءات اللازمة للانتقال خلال الأشهر المقبلة إلى المدينة المالية في مشارب قلب الدوحة، والتي ينتظر أن تتسع إلى أكثر من 1000 شركة عاملة ضمن المركز، إضافة إلى قطر للمال. محمد، كانت هذه أرقام مختصرة في عن مركز قطر للمال والأكاديمية، لك تفضل. شكرا لك مروان. طبعا بعد ما شفنا زميلنا مروان، أنا راح أتوجه بالسؤال للدكتور هيثم. دكتور، لفتني آخر التقرير اللي طرحه مروان، أن انتقالكم إلى الموقع الجديد، أهمية هذا الانتقال في توسيع قاعدة مركز قطر للمال. طبعا احنا ان شاء الله يعني اعلنا قبل فترة قريبة انتقالنا لمشيرب قلب الدوحة،
وهذا ايضا يعني تعاون بين مؤسستين يعني وطنيه، مشاريع وطنيه، مشروع قريه قطر للمال ومشروع مشيرب. انتقالنا لمدينه مشروع مشيرب قلب الدوحه سيوفر بيئه جغرافيه فريده من نوعها في المنطقه، ولن تقتصر فقط على شركات مركز قطر للمال، حيث سنحتوي شركات مركز قطر للمال وايضا العديد من الهيئات الحكوميه والشركات الخاصه التي بدات فعلا بعضها بالانتقال الى مدينه مشيرب قلب الدوحه. طيب كم شركه حاليا؟ حاليا ما تم الانتقال الى مدينه مشيرب قلب الدوحه. لا قصدي دكتور كم شركه حاليا منضويه تحت مظله المركز؟ كما شفنا الاحصائيات اللي وضحها اخونا مروان، حاليا احنا 327 شركه تم ترخيصها من قبل مركز قطر للماء. طيب احنا الحين نشهد طفره في سوق او القطاع الاقتصادي في الدوله، وهو يعني تخفيف الضغط على قطاع النفط والطاقه والغاز ومحاوله تنويع مصادر الدخل في البلاد. حاليا هذه الشركات هل ما زالت تعتمد فقط على القطاع النفطي ام هناك دخول جديد لمجالات جديده؟ معظم مساهمات شركات مركز قطر للمال هي في القطاع الغير النفطي، الغير الهيدروكربوني في البلاد، وتساهم بشكل فعال في وكبير في النمو الاقتصادي للناتج المحلي القومي في غير القطاع الهيدروكربوني. طبعا انخفاض الاسعار في الفتره الاخيره، اسعار النفط والغاز، وضع الكثير من الضغوط على الاقتصادات في المنطقه، الاقتصادات النفطيه، وهذا ما يجعل دور مركز قطر للمال اكثر اهميه من غير القوات السابقه يعني. فنحتاج ان نشتغل بجد واجتهاد اكثر حتى نساهم في القطاع غير الهيدروكربوني، لنساهم في نهضه البلد الاقتصاديه وتقليل الاعتماد على الاقتصاد النفطي في دولتنا الحبيبه. طيب انا اتوجه بسؤالي الى الدكتور عبد العزيز. دكتور عبد العزيز، يمكن اغلب الناس الحين يسالون ما هي مخرجات التعليم من الاكاديميه؟ يعني احنا اليوم لو اخذنا مثال 2015، لان احنا لسه ما انتهينا من 2016، احنا قدمنا تقريبا اكثر من 350 برنامج، استفاد منها اكثر من 4000 مستفيد من هذه البرامج. هذه المخرجات موجودة في المؤسسات الحكومية، في المؤسسات شبه الحكومية، موجودة في المؤسسات الخاصة، موجودة في الجامعات، موجودة حتى في مجال ريادة الأعمال. فحجم المستفيدين وعدد المستفيدين ونوعية المستفيدين من برامج الأكاديمية نوعية كبيرة جدا، وإحنا فخورين بجميع مخرجاتنا في أكاديمية قطر للمال والأعمال. طيب هل تغطي الـ التنوع في المجال الاقتصادي في الدولة؟ احنا نشهد يعني كما ذكرت سؤال جيد، نعم. هيثم، هناك طفرة بتنويع مصادر الدخل وتنويع مجالات الاقتصاد في الدولة والابتعاد عن القطاع النفط. احنا عندما نتكلم على القطاع المالي والمصرفي فاحنا نتكلم على قطاع البنوك بشقيه، البنوك التقليدية والإسلامية، نتكلم عن قطاع التأمين بشقيه، الشركات التأمين التقليدية والتكافلية، ونتكلم على ايضا مجال الكابيتال ماركت او مجال ما يسمى بالاسواق بالاوراق الماليه من شركات وساطه وبورصه وغيرها من المؤسسات المعنيه بهذا الجانب. فالاكاديميه في برامجها تغطي جميع هذه المجالات بالاضافه للمجالات القياديه والاداريه ورياده الاعمال اللي تهتم فيها كثير من مؤسساتنا الحكوميه والمؤسسات شبه الحكوميه. طيب دكتور، اهميه تعاونكم مع الجامعات المحليه وايضا الجامعات العالميه في يعني ابتكار برامج جديده في الدوله وايضا استحداث العديد من يعني قطاعات التعليم. الحمد لله، يعني خلال السنوات الماضيه احنا شايفين يعني حسب التقرير اللي طلعتوه ان احنا اليوم من 2009 عندما انشئت هذه الاكاديميه، اليوم احنا 2016 لها كثير من البصمات، بصمات برامج جديده، برامج استثنائيه، برامج حصريه. تكلمنا عن برنامج كوادر، نتكلم على مشروع كفاءه. كفاءه هو اول مشروع اعداد منظومه للرخص المهنيه لاكثر من 340 وظيفه في القطاع المالي والمصرفي، وهو المشروع يعني الفريد ليس على مستوى قطر فقط، وإنما على مستوى دول الخليج وعلى مستوى الدول العربية بشكل عام.
فلدينا اليوم منظومة كفايات مهنية لعدد كبير من هذه الوظائف. لمن أراد من البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية أن يطور من كفاءة العاملين لديه بما يتوازى أو بما يتوافق مع هذه المنظومة، الآن أصبحت هذه المنظومة جاهزة. العام الماضي أطلقنا هذا المشروع وانتهينا منه الحمد لله، والآن في موقع مخصص لهذا المشروع، وهناك بنوك اليوم يعني بدأت تعمل على رفع وتطوير كوادرها المحلية بالنظر وباستخدام معيارية هذه المنظومة اللي احنا كلنا فخورين فيها. بالتأكيد دكتور، يعني خطاب سمو الأمير يعني وجه أو كان يعني موجه لقطاع المال والأعمال وأيضا قطاع الاستثمار في الدولة، وأيضا تحفيز الشركات العالمية للاستثمار في قطر، وأيضا التركيز على قطاع العام وأيضا التركيز على القطاع الخاص. لكن أنا راح أتوجه بسؤالي للدكتور هيثم. دكتور، يعني فرص الاستثمار للشركات العالمية الآن مع تواجد مركز قطر للمال؟ طبعا مركز قطر للمال لا يستثمر مباشرة، لكن يروج لبيئة الأعمال في قطر للشركات الأجنبية وكذلك الشركات المحلية كما وضحت لك سابقا. فنعمل على جذب شركات كثيرة من كافة أنحاء العالم ولا سيما أوروبا وأمريكا الشمالية، وكذلك نقوم بالكثير من العروض الترويجية لقطر وبيئة الأعمال في قطر. فقد انتهينا للتو من حملتين في الهند، ولدينا حملة قريبة في اليابان، وإن شاء الله نتطلع موضوع الحملة دكتور، حملة ترويجية للمركز يعني. للمركز نعم، يروح موظفين من المركز وأعضاء المركز بقيام بزيارة للدول المذكورة، ويقومون بالتحادث فرديا مع الشركات اللي موجودة في هذه الدول، والترويج لفرص الأعمال اللي موجودة في دولة قطر، وكذلك بيئة الأعمال وبيئة مركز قطر، مركز قطر للمال، وذلك في محاولة جذب هذه الشركات واستثماراتها للمساهمة في الاقتصاد المحلي. وإن شاء الله نطلع لطرق أبواب العديد من الأسواق العالمية الأخرى والدول الأخرى في المستقبل القريب إن شاء الله. إن شاء الله. طبعاً مشاهدينا حالياً نتوجه معكم إلى هذا الفاصل وبعدها نكمل هذا الحوار. مشاهدينا عدنا معكم من جديد في برنامج نبض الاقتصاد، حلقة اليوم عن أكاديمية قطر للمال والأعمال وأيضا مركز قطر للمال. لكن قبل أن نواصل معكم حلقة هذا اليوم مع ضيوفنا الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الزميل أحمد السعدي والمتواجد حاليا في المملكة العربية السعودية وتحديدا في مركز الرياض للمؤتمرات، لنواكب معه افتتاح فعاليات معرض صنع في قطر. تفضل أخوي أحمد. نعم محمد، متواجدين هنا في صنع في قطر في الرياض، ونتعرف حقيقة على الشركات المشاركة ونوعية مشاركاتها وأهمية هذه المشاركة بالنسبة لها في هذا المعرض الذي يقام لأول مرة هنا في المملكة العربية السعودية. نتعرف طبعا على مجموعة من الشركات الموجودة معنا، ونتعرف على الأخوة في ألمنيوم قطر، ومعنا أخونا طبعا خالد محمد سلطانية، مرحبا رئيس تنفيذي لألمنيوم قطر، حياك الله أخوي خالد. الله يحييك بجيك، الله يسلمك. أول شيء مبروك عليكم هذا الافتتاح. الله يبارك فيك. طيب ماذا يعني لكم هذا اليوم؟ ماذا تعني لكم هذه المشاركة في صنع في قطر؟ وهل هناك فرص استثمارية في المملكة العربية السعودية من وجهة نظرك؟ احنا الله يسلمك، بالنسبة لألمنيوم قطر تقريبا معظم منتجاتنا تصدر للخارج، عندنا ما يقارب 15 كاستمرز هنا في السعودية متواجدين، طبعا حول العالم عندنا أكثر من 500 عميل حول العالم، منتجاتنا تصدر لأكثر من 50 دولة منها المملكة العربية السعودية، تقريبا في حدود 50 إلى 60 ألف طن من إنتاجنا يوصل المملكة العربية السعودية. فحاليا نحن قمنا ندرس أن ندخل الأسواق الصعبة، اللي هي إيش؟ الأسواق اللي تحتاج إلى جودة عالية من الألمنيوم،
ولله الحمد إلى يومك هذا تمكننا من تصدير ما يقارب 65% من منتجات قطر الألمنيوم إلى أسواق صناعة السيارات. أسواق صناعة السيارات تحتاج إلى جودة عالية جدا من مادة الألمنيوم. فالآن إحنا نجحنا إلى تصدير 65%، وإن شاء الله في القريب العاجل حيكون معظم إنتاجنا حق صناعة السيارات. جميل. وهنا وفي السعودية هل هناك فرص استثمارية؟ والله في السعودية لا، إحنا كل اللي نقدر نعمله هنا نحاول أن نجد طبعا عملاء جدد في حق الصناعات التحويلية. وإحنا حاليا في قطر نفكر في إنتاج مواد ثانية بحيث السوق يحتاجها أكثر. فهذه إحنا قاعد حين نسوق حق هذه المنتجات الجديدة في السعودية وفي دول أخرى. وإحنا خذنا هذا طبعا صنع في قطر كطبعا جود بلاتفورم إنه يساعدنا على إيجاد الشريك والكاستمر الجديد في السعودية. تبارك إن شاء الله كل التوفيق. شكرا لك أستاذ. حياكم الله. حياك. شكرا لك. أيضا نتعرف على الأخوة في ناقلات ونرى أيضا مشاركتهم، خاصة وأنهم من أكبر الأساطيل على مستوى طبعا دولة قطر وأيضا حتى على مستوى المنطقة. ونتعرف مع أخونا جاسم النعمة. جاسم أهلا وسهلا فيك. مرحبا فيك. طبعا جاسم النعمة مدير العلاقات العامة في ناقلات. جاسم، نوعية مشاركتكم هنا في صنع قطر وأهمية هذه المشاركة بالنسبة لكم. إنزل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا شركة ناقلات هي شركة النقل البحري في دولة قطر، اللي تقوم بتوفير كافة خدمات الصناعة البحرية من نقل غاز البترول المسال والغاز الطبيعي المسال عبر 67 ناقلة من ناقلات البترول لأنحاء العالم، زائد شركة ناقلات من خلال شركات مشاريعها المشتركة في الحوض الجافر حمى بن جابر جلاهمة في مدينة راس لفان الصناعية، نقوم ببناء وإصلاح كافة أنواع السفن. طبعا نقوم ببناء كل أنواع اليخوت لحد 170 متر، اليخوت الفخمة، السفن التجارية، كلها إن شاء الله في مدينة راس لفان الصناعية. يعني هناك فرص استثمارية بالنسبة لكم داخل المملكة العربية السعودية؟ إن شاء الله. طبعا نطمح من خلال هذا المعرض أن نسوق العلامة التجارية كناقلات في السوق السعودي، وأيضا نسوق العلامة التجارية أن صنع في قطر، أن شركة قطرية تستطيع بناء كافة أنواع اليخوت والسفن التجارية الفخمة في الدوحة في مدينة راس لفان الصناعية. شكرا لكم، الله يوفقكم إن شاء الله يا رب. طبعا محمد نكتفي بهذا القدر من المشاركين، ونتمنى إن شاء الله كل التوفيق لكل الشركات. هناك أكثر من 200 شركة طبعا تم الافتتاح من قبل وزير الطاقة والصناعة بدولة قطر، وأيضا العديد من المسؤولين ومئات رجال الأعمال القطريين والسعوديين. نتمنى لهم إن شاء الله كل هذا التوفيق. ونعود إليك وإلى طبعا ضيوفك الكرام لاستكمال ما تبقى من هذه الحلقة. شكرا لك أحمد. الآن مشاهدينا الكرام، طبعا أرحب بضيوفي من جديد، الدكتور عبد العزيز الحر الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، وأيضا الدكتور هيثم السلامة كبير المستشارين الاقتصاديين في مركز قطر للمال. دكتور هيثم، يعني مدى تأثر الاستثمارات بتراجع أسعار النفط وكيف يتم التعامل معها في المركز؟ طبعا لا يخفى على الجميع أن الانخفاض الذي حصل في أسعار النفط والغاز مؤخرا بداية من السنة المصرمة، لكن الحمد لله اقتصاد دولتنا متين وقد حافظ على نسب ومعدلات نمو مرتفعة مقارنة بدول المنطقة، فوصل النمو في الناتج القومي المحلي إلى 3.5% تقريبا، كان للقطاع الغير نفطي الجزء الأكبر من هذا النمو، ونحن عازمون على المضي قدما في هذا الطريق تلبية الاحتياجات الدولة وتوجيهات سيدي سمو الأمير التي لا يألو يذكرها في معظم المحافل والخطابات. نعم. وخاصة خطابي الأخير في دور الانعقاد 45 لمجلس الشورى. ونحن في مركز قطر للمال لدينا مسؤولية وطنية في المساهمة في المحافظة على هذا النمو وزيادته بما يعود بالنفع علينا جميعا وعلى الأجيال القادمة من بعدنا. كما ذكرت لك نقوم بالعديد من الحملات الترويجية حاليا لقطر وللفرص التي في قطاع الأعمال فيها، وإن شاء الله يكون التوفيق حليفنا. يعني إن شاء الله يعني بالتوفيق أكيد دكتور هيثم. دكتور عبد العزيز، يعني ذكرنا من ساعة برامج منها برنامج كوادر وأيضا برنامج الرئيس التنفيذي المستقبلي، كيف يتم اختيار هذه البرامج وعلى أي أساس؟ أول أساس قضية بندى الحاجة لمثل هذه البرامج.
خلينا ناخذ على سبيل المثال الرئيس التنفيذي المستقبلي. اليوم حسب الإحصاءات العالمية 50% ممن يتولون المناصب القيادية العليا أو التنفيذية هم من مواليد 1980 فما فوق، يعني أعمارهم اليوم 35-36 سنة. لو عملنا هذه الدراسة في قطر سنجد أن أكثر من 50% من هذه الفئة العمرية تتولى مناصب قيادية مهمة في قطر بحكم الحراك التنموي اللي قاعد يصير في قطر، بحكم هذه الرؤية الكبيرة اللي قطر تريد أن تصل لها. ولكن إعطاء الناس هذولا مناصب قيادية تنفيذية من غير الجاهزية يتسبب في إشكالية كبيرة جدا. لذلك تولت الأكاديمية مسؤولية أنها تساهم في رفع جاهزية هؤلاء الناس حتى لما يستلموا مناصبهم التنفيذية العليا يكون عندهم قدر عالي من الجاهزية ويكون عندهم قدر عالي من التدريب والتأهيل اللي تخليهم يبدعون ويطورون ويستطيعون ممارسة أدائهم وأعمالهم بأفضل صورة ممكنة. نعم يعني الدكتور ما قطعك إلا بالخير، لكن نشوف حاليا يعني خطاب سمو الأمير والمجال الاقتصادي، ويعني نروح مشاهدينا مع الزميل مروان أبو شنب ليطلعنا على أهم الأحداث الاقتصادية خلال الأسبوع الماضي من خلال فقرة حصاد الاقتصاد. تفضل مروان. شكرا لك محمد، مرحبا بكم مشاهدينا في فقرة حصاد الاقتصاد. أحداث عديدة شهدها الأسبوع الماضي، أهمها تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى ليشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد العادي 45 لمجلس الشورى. وقد ركز حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى في خطاب الافتتاح على الشأن الاقتصادي، وأكد سموه أن الاقتصاد القطري محافظ على قوته وهو ما يبدو جليا في حفاظ قطر على نسب نمو ممتازة. يظل الشأن الاقتصادي محل اهتمامنا الأول، ولا سيما في ضوء الظروف التي فرضها الانخفاض الحاد في أسعار المواد الهيدروكربونية، مع إصرارنا على المضي في خططنا التنموية لتحقيق الأهداف التي رسمناها في رؤية قطر الوطنية. وفي هذا الصدد فإن واقعا جديدا تظهر ملامحه في صناعة الطاقة العالمية نتيجة للتطورات التكنولوجية المتسارعة التي أدت إلى زيادة إنتاج النفط والغاز إلى مستويات غير مسبوقة، وما تبع ذلك من انخفاض حاد في الأسعار في أسواق الطاقة العالمية، كما ضغط تراجع معدلات النمو في أسواق مهمة للطاقة على الأسعار بتخفيض الطلب مع زيادة العرض، وتشير التوقعات إلى استمرار حالة من عدم اليقين في تلك الأسواق. وأصارحكم القول إنه رغم أننا كنا نتوقع أن أسعار الطاقة المرتفعة لن تدوم، وقد تبنينا رؤية قطر الوطنية استعدادا لذلك اليوم نستطيع فيه تحقيق التنمية المستدامة لتنويع مصادر الدخل وتجنب الاعتماد الحصري على النفط والغاز، إلا أن أحدا لم يتوقع حدة الانخفاض وسرعته. وعلى الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط والغاز، حقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال عام 2015 نمو سنويا بلغ نحو 3.6 مقارنة بمتوسط معدلات النمو للدول المصدرة للبترول في الشرق الأوسط الذي كان 1.9 وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي. وقد حافظت قطر على تصنيفها الائتماني وهو من بين الأعلى في العالم، كما واصلت تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية، فقد جاءت في المرتبة 18 عالميا في أحدث تقرير للمنتدى الاقتصاد العالمي، وفي المرتبة 2 في منطقة الشرق الأوسط. كما أكد سموه على ضرورة الاستمرار في عملية التنمية التي بدأتها الدولة منذ إصدار رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك لمواجهة الآثار السلبية الناجمة عن التطورات الاقتصادية المختلفة، خاصة وأن الدولة حاليا بصدد إصدار استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017-2022. ولمواجهة الآثار السلبية لهذه التطورات علينا أن نستمر في تنفيذ عملية التنمية
التي بدأناها بإصدار رؤية قطر الوطنية 2030 في عام 2008 واستراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011-2016، ونحن الآن بصدد إصدار استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017-2022. علينا أن نكثف الجهود التي بدأناها خلال تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الأولى، وأن نعتمد في ذلك على تقييم موضوعي ومعمق لتلك الاستراتيجية ومواطن القوى والضعف. وأجمل حضرة صاحب السمو الأمير المفدى في خطابه أهم محاور استراتيجية قطر الوطنية الثانية، والتي تتناول مراجعة للأولويات وتركز على تنفيذ المشاريع وعلى مزيد من التطوير للقطاع العام والدعم للقطاع الخاص رفعاً لمساهمته في الاقتصاد الوطني. يمكن تلخيص محاور استراتيجية قطر الوطنية الثانية فيما يلي: أولاً، تحديد المعوقات التي أدت إلى عدم تنفيذ بعض البرامج والمشاريع في استراتيجية التنمية الوطنية الأولى واستخلاص العبر من أجل تجنبها. ثانياً، توفير الاستمرارية الضرورية لإتمام المبادرات ومشاريع البنية التحتية الجارية تنفيذها والمشروعات الكبرى، بما في ذلك منشآت مونديال قطر 2022 بما ينسجم مع رؤية قطر 2030. ثالثاً، مراجعة أولويات التنمية في ضوء ما أسفرت عنه استراتيجية التنمية الوطنية الأولى والتطورات العالمية الجديدة. رابعاً، التعرف على الفرص المتاحة لتنفيذ برامج ومشاريع جديدة تتماشى مع أولويات القطاعية والوطنية. خامساً، إنجاز مشاريع التعليم والصحة بحيث يلبيان حاجات المواطنين كماً وكيفاً، مع الارتقاء إلى أعلى المستويات العالمية. نحن ننطلق في مجالات التنمية البشرية الرئيسية هذه من مسؤولية الدولة أولاً، إلا أننا استنتجنا ضرورة الاستفادة من التفاعل البناء بين القطاعين الخاص والعام في هذا المجال. سادساً، إزالة العوائق البيروقراطية أمام الاستثمار. لقد وعدت الحكومة بتنفيذ إجراء توحيد المعاملات والنافذة الواحدة في نهاية العام الحالي، وننتظر منها المزيد من الخطوات في إزالة المعوقات والتعقيدات أمام الاستثمار. سابعاً، تحفيز القطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية أو الخدمية الإنتاجية التي تتفق مع توجهات الرؤية الوطنية. ثامناً، الانتقال من حالة التلقي الكامنة في سياسات الرعاية الاجتماعية البسيطة إلى حالة الفعل من خلال تمكين جميع فئات المجتمع من المشاركة في التنمية الوطنية. تاسعاً، المراجعة المستمرة لتعرفة ورسوم العديد من الخدمات والسلع لتعبر بشكل أفضل عن تكلفتها الاقتصادية وتوجيه الدعم نحو الفئات التي تحتاجه وبشكل لا يؤدي إلى الإسراف والتبذير. عاشراً، تطوير وتحديث مؤسسات القطاع العام بهدف الوصول إلى قطاع عام متميز يتمتع بالكفاءة والشفافية ويخضع للمساءلة. حضرة صاحب السمو الأمير المفدى قال إن المواطنة انتماء، وأن تنفيذ الاستراتيجية الجديدة يتطلب تطويراً لثقافة التخطيط والعمل والإنجاز، كما أن توفير المال اللازم لتنفيذها يتطلب تغييراً في الثقافة الاستهلاكية وفي التعامل مع الثروة. إن تطبيق هذه العناصر يتطلب تطويراً لثقافة التخطيط والعمل والإنجاز، كما أن توفير المال اللازم لتنفيذها يتطلب تغييراً في الثقافة الاستهلاكية وفي التعامل مع الثروة، ومقاربة تجمع ما بين التوقعات من الدولة والتوقعات من المواطن المنتمي لهذا المجتمع ولهذا الوطن. وأحياناً أيها الأخوة، حين أرى لافتات معلقة في الشوارع كتب عليها قطر تستحق الأفضل، أقول إن الأصح أن يكتب قطر تستحق الأفضل من أبنائها. وثمة تحديات لا بد من التعامل معها، متعلقة بدوافع الشباب وقيمه وتأثير الثقافة الاستهلاكية على هذه الدوافع والقيم، فبدونها لن يكون بوسعنا أن نتقدم، والثروة وحدها لا تكفي. المواطنة انتماء وتتضمن حقوقاً من الدولة وواجبات تجاه المجتمع والدولة.
وأكد حضرة صاحب السمو الأمير المفدى أن العمل سيستمر على زيادة كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والرقابة من خلال المتابعة الوثيقة لكافة المشاريع والبرامج الحكومية والتركيز على المشاريع التنموية الكبرى بالإضافة إلى عدد من المبادرات التي تهدف إلى دعم القطاع الخاص. قامت الدولة بمبادرات هامة وجهود كبيرة لتعزيز القطاع الخاص وزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي، ونذكر منها: أولاً، تطبيق قانون المناقصات الحكومية الجديدة الذي يسمح باستثناء المشاريع الصغيرة والمتوسطة من بعض المتطلبات الخاصة بالمناقصات الحكومية ومنها الضمانات المالية. ثانياً، تحديث قوانين وتشريعات التجارة لتحرير بعض السلع والخدمات من احتكار الوكلاء التجاريين والسماح لغير الوكيل باستيرادها. وتعمل الحكومة على تحرير قطاعات أخرى في المستقبل بهدف تشجيع المنافسة. ثالثاً، تحديث القوانين والتشريعات المتعلقة بالشركات وأسلوب إعداد تقاريرها المالية بما يتفق مع المعايير الدولية. رابعاً، العمل على انتهاء من إعداد قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وسيمكن هذا القانون من إعطاء المشاريع الحكومية إلى القطاع الخاص وضمان تنفيذها بجودة عالية وتكلفة منخفضة، كما أنه سيساعد على ترويج الاستثمار الأجنبي في دولة قطر، خصوصا في المرحلة الراهنة والتي نستثمر فيها في البنية التحتية، ومن الصعب توفير المال لكل المشاريع التي نريد القيام بها بموجب الخطة الاستراتيجية. خامساً، قيام بنك قطر للتنمية بنشاطات متعددة لتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشمل التمويل المباشر وغير المباشر. سادساً، تطوير مجمعات سكنية ضخمة للعمال في المنطقة الصناعية والمناطق الاقتصادية واللوجستية. وفي مجال البنية التحتية، تكثفت نشاطات تطوير شبكة مشاريع لطرق سريعة في جميع أنحاء البلاد، فقد أنجزت 7 مشاريع ويجري حالياً تنفيذ 15 مشروعاً، وسيتم تنفيذ 6 مشاريع أخرى بكلفة إجمالية قدرت ب60 مليار ريال قطري، ومن المقرر أن تكتمل هذه المشاريع جميعاً قبل عام 2022. كما وجه حضرة صاحب السمو الأمير المفدى في خطابه المواطن أياً كان موقعه إلى القيام بواجبه نحو المجتمع والدولة لضمان نجاح عملية التنمية وتحقيق الازدهار المستدام لدى دولة قطر. قامت الدولة بخطوات مهمة لترشيد الإنفاق، وسيكون عليها أن تجمع بين تطوير قطاع عام حديث ومتميز معياره الرئيسي هو النجاعة، وتشجيع القطاع الخاص، وذلك من أجل تنفيذ المشاريع والبرامج التي تحددها الاستراتيجية الوطنية التي تهدف لتحقيق الازدهار المستدام لدولة قطر. ولكن عملية التنمية هذه لن تنجح إلا بتعاون الجميع، وأخص بالذكر هنا موظفي القطاع العام ورواد الأعمال في القطاع الخاص. على الموظف في القطاع العام عدم التهاون في أداء متطلبات العمل، فالعمل حق، لكن أداء الوظيفة المطلوبة واجب. فحق المواطن علينا هو التعليم والتدريب والتأهيل للعمل، وحقنا عليه هو أداء عمله على أحسن وجه وإنجاز مهامه بالوقت المحدد والدقة المطلوبة والنزاهة التامة. وبصفته مواطنا فإن عليه واجب إضافي هو الارتقاء بالعمل والاعتزاز به وتحقيق رسالته في خدمة المجتمع والدولة. ولرواد الأعمال أقول إن الدولة تتوقع مقابل مزايا التي يفترض أن تقدمها للقطاع الخاص مردوداً يساعد على وضع عملية التنمية في مسارها الصحيح، بالقيام بالمبادرات الوطنية الجريئة والمشاركة الفعلية لا الإسمية مع الشركات الأجنبية ذات الشهرة العالمية لنقل التقنية وتشجيع التمييز والابتكار وخلق قطاع خاص مبدع وقادر على المنافسة عالمياً وملتزم بقيم الرؤية الوطنية، ومنها تشجيع العمالة القطرية والحفاظ على البيئة. كما قام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بزيارة للمعرض الدولي لأنظمة الأمن الداخلي ميليبول قطر 2016، والذي أقيم في مركز الدوحة للمعارض
والمؤتمرات خلال الأسبوع الماضي، قد اطلع سموه على أحدث ما توصلت إليه الشركات العالمية الكبرى من تجهيزات وتقنيات أمنية وتكنولوجية متخصصة في المجال الأمني. كما استمع سمو الأمير إلى شرح عن أبرز الابتكارات الحديثة، لا سيما في مجال حماية المواقع الصناعية والحيوية والوقاية من الهجمات والدفاع المدني ومكافحة الجريمة وأمن النقل والاتصالات والمعلومات وغيرها. رافق سموه خلال الزيارة معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبلغت قيمة الصفقات التي تم التعاقد عليها خلال المعرض 11 صفقة بقيمة إجمالية قدرها 260 مليون و50 ألف ريال. استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى في مكتبه بالديوان الأمري سعادة السيدة مارتا جابرييلا ميكاتي نائبة رئيس جمهورية الأرجنتين والوفد المرافق بمناسبة زيارتها للبلاد. وفي بداية المقابلة رحب سمو الأمير المفدى بسعادة نائبة رئيس جمهورية الأرجنتين مشيدا بالعلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا أن هذه الزيارة تعد خطوة مهمة في تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية والاستثمارية. كما عقد سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير بالديوان الأميري جلسة مباحثات رسمية مع سعادة السيدة مارتا جابرييلا ميكاتي نائبة رئيس جمهورية الأرجنتين. جرى خلالها بحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتنميتها في مختلف المجالات لا سيما في مجال الاقتصاد وتعزيز فرص الاستثمار بين الجانبين. كما جرى خلال المباحثات مناقشة تطورات الأحداث على الساحة الدولية. عقد معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لقاء وزاريا حول مشروع استراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022 بفندق الفور سيزون، وحضر اللقاء أصحاب السعادة الوزراء. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية خلال اللقاء على ضرورة التوافق والانسجام بين البرامج والمشاريع المقترحة في استراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022 من جانب، والخطط العامة للمشاريع الحكومية خلال المرحلة القادمة من جانب آخر، مشيرا إلى ضرورة أن تنصب جميع الجهود المبذولة في دعم مشاريع الاستدامة وأن تدعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. كشف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد الثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر أن الغرفة بدأت في إعداد تصور لمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى، والتي وردت في خطاب سموه بافتتاح دور انعقاد مجلس الشورى يوم الثلاثاء الماضي. أشاد سعادته بتوجيهات سمو الأمير المفدى نحو زيادة كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والرقابة من خلال المتابعة الوثيقة لكافة المشاريع والبرامج الحكومية والتركيز على المشاريع التنموية الكبرى، إضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتجنب التضخم ومواجهة ضغوط السيولة وتعزيز القطاع المصرفي. بحضور سعادة وزير الطاقة والصناعة الدكتور محمد بن صالح السادة ونظيره السعودي خالد الفالح عقدت أعمال المنتدى الاقتصادي القطري السعودي، وذلك على هامش فعاليات معرض صنع في قطر والتي تنظمها غرفة تجارة وصناعة قطر بمركز الرياض للمؤتمرات. ناقش المنتدى سبل زيادة الاستثمارات المشتركة والبحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة وكيفية الاستفادة من الصناعات القطرية والسعودية في تعزيز التجارة البينية، وكذلك تشجيع رجال الأعمال القطريين والسعوديين على إقامة مشاريع مشتركة تخدم اقتصاد البلدين الشقيقين. ختام حصاد الاقتصاد، شكرا لكم. نعود الآن إلى الزميل محمد وضيوفه الكرام. إليك محمد. شكرا لك مروان. مشاهدينا نواصل الحوار مع ضيوفنا الكرام هنا في الاستديو في برنامج نبض الاقتصاد، يعني دكتور عبد العزيز وايضا دكتور هيثم. باختصار، كيف قرأتم خطاب سمو الأمير المفدى في جلسة انعقاد مجلس الشورى؟ هناك جوانب كثير جدا، بس انا بركز على نقطتين اساسيتين. النقطه الاساسيه الاولى اللي هو حق المواطن في قضيه التعليم والتدريب والتطوير، حق على الدوله في مقابل الواجب عليه في رفع أدائه ورفع سوية أدائه حتى يصل إلى أعلى مستوى يمكن الوصول إليه، وبالتالي يستطيع أن يساهم في تحقيق التنمية ويساهم في تحقيق رؤية هذه الدولة. النقطة الثانية التركيز على ريادة الأعمال، واليوم أكاديمية قطر للمال والأعمال مع بنك قطر للتنمية أعلنوا الأسبوع الماضي والآن مستمر إلى الشهر القادم برنامج كبير جدا في مجال ريادة الأعمال يحقق جزء من الرؤية اللي ذكرها سموه
في خطابه، وهذا مساهمة من الأكاديمية ومساهمة من بنك قطر للتنمية لدعم رجال الأعمال ودعم رواد الأعمال في مجال يعني ريادة الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. نعم دكتور هيثم، قراءتكم لخطاب سمو الأمير المفدى. طبعا خطاب سمو الأمير المفدى طرح رؤية اقتصادية شاملة من ناحية تطوير جميع القطاعات التنموية في البلد، وكذلك الحرص على تذليل الصعوبات أمام القطاع الخاص وفتح الاقتصاد أمام الاستثمارات الأجنبية. وأنا استوقفني حقيقة نقطتين في الخطاب أكثر من غيرهم. النقطة الأولى عبارة الباب الموحد للاستثمارات ونظام النافذة الواحدة للمستثمرين، بحيث يكون جميع هذه الإجراءات عن طريق نافذة واحدة، ونحن في مركز قطر للمال نأمل أن نساهم بما يملي علينا الواجب الوطني في نجاح هذه النافذة. والأمر الآخر أيضا أهيب بالشباب تلبية نداء سمو الأمير المفدى عندما قال قطر تستحق الأفضل من أبنائها، وأعتقد هذا واجب علينا سواء في هيئة مركز نعم. قطر للمال أو في جميع الجهات الأخرى العامة والخاصة في الدولة أن تتضافر جهودها سويا، لأننا جميعا نعمل نحو هدف واحد. نعم. ونسأل الله التوفيق لنا جميعا من أجل رفعة هذه البلد ونمو اقتصادها إن شاء الله. نعم الدكتور عبد العزيز، يعني بعد ما شاهدنا خطاب سمو الأمير، هذا الخطاب يعتبر يعني يؤسس للمرحلة القادمة من الأكاديمية، وبالتأكيد هو خارطة الطريق لكم في الأكاديمية. ما هي الخطوة التالية؟ الخطوة التالية عندنا إن شاء الله يعني سنطلق مشروع كبير في طرح برامج أكاديمية ومهنية جديدة. سنطرح برامج في مجال الأمن الإلكتروني، وخاصة أصبح هذا الموضوع من المواضيع الحساسة، وقطعنا شوط كبير في هذا المجال. في مجال الخدمات وتطوير الخدمات طرحنا بالفعل معالجة وبرنامج متكامل لخدمة الزبائن وتطوير العمل في هذا الجانب، ولدينا كثير من البرامج والشهادات المهنية الجديدة اللي سنعلن عنها في وقتها بإذن الله عز وجل. آمين إن شاء الله. دكاترة دكتور عبد العزيز الحر، وأيضا الدكتور عبد العزيز الحر رئيس تنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، وأيضا دكتور هيثم السلامة كبير المستشارين الاقتصاديين في مركز قطر للمال، شكرا جزيلا لكم، وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في القادم من الأكاديمية وأيضا من المركز. مشاهدينا في الحلقة القادمة يعني وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا من البرنامج، ونلقاكم الأسبوع القادم في حلقة عن تبحث عن يعني شركة وقود وأيضا المحطات وفاحص. نلقاكم إن شاء الله على خير في الأسبوع القادم يوم الأحد الساعة 10 برنامج نبض الاقتصاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.